السلام عليكم اخوان، اليوم شارك في الفيديو هذا غنشوف هذا عدنان الكيوت الكيوتا قد جا الكوموند ديال الجا شي خسره، شي وقع فيه مشكل، شي وقع فيه مشكل لان هنايا كاينين مصايبين واحد الميكرو ميكانيك هنا صغيره، واحد السليكات صغار كيتقطعوا. هاد السليكات الصغار هادو راه ممكن اننا غنحلهم ونفورسيهم شويه ديال الليتان وتيرجعو يخدمو تاني، يخدمو عاوتاني. هدا راك تحليتها من هنا من الداخل، فرقتها لي من هنايا، كتحل من هنايا فرقتها، جبدتها ولقيت بان واحد السليكات ديال النحاس مقطعين. هادوك السليكات ديال النحاس راه كيتصدو بالليتان، فانت بقى داكشي بقاعدة، كتسد داكشي بقاعدة ويكون داكشي الصدور يكون مزيان بحال الروجي، وكترجع وكتخدم. هادي هاد السويدات دابا هنايا. الجاج ما خدامش كيما كتشوف، الجاج ولا خدام كان هنا وكيطلعش ما خدام، كيطلعش من الكلاي ها ولا خدام، جاي عاوتاني ما كانش خدام ولا خدام. اذا هادو راه فيه مشكل وما ضعاف، على المده كيتقطع لهم واحد السلوكه، هذوك السلوكه راه ممكن تحلم وتسوديهم، واخا يكونوا كاع مزيانين، واخا مزيانين كاع ممكن تحلم وترونفورسي مزيان باش يطولوا واحد المده طويله. وهذا الشيء داخل في البريكولاج، داخل في البريكولاج شي حاجه كتبريكولاج، واخا المصنع كيصنعها انت كتزيد عليها واحد التحسينات باش تولي رونفورسي وتولي صحيحه وتدوز واحد المده اطول. وهذا الشيء بغينا نشارك معكم في الفيديو هذا وشكرا.